السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة جد مؤثرة، أتمنى أن تنال إعجابكم. ولنتابع هذه القصة التي هي بعنوان عبد الله الصياد وعبد الله البحري وعبد الله الخباز. التقيا هؤلاء الثلاث فأخرجوا لنا قصة من أعجب القصص. لابد أن تؤمن بأن رزقك مكتوب عند الله، لن يمنعه عنك أحد، ولكن الله يؤجله لك لغرض عنده، فهو يعلم مدى حاجتك ويختبرك لتعرف مدى قوة صبرك على التحمل. وفي النهاية لابد أن ترضى بما كتبه الله لك لكي تكون أسعد الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أسعد الناس. هذه القصة الجد مؤثرة، فيها عبرة وعظة جميلة. كان عبد الله الصياد رجلا فقيرا جدا، وكان له 10 أولاد يسعى كل يوم للحصول على إطعامهم. لا يملك من الدنيا سوى شبكته التي يصطاد بها السمك في البحر ويبيعه، ثم يشتري بثمنه الطعام والملبس لزوجته وأطفاله 10. وما زال كذلك حتى ماتت زوجته في أحد الأيام. حزن كثيرا لموتها، ولكنه علم أن حزنه لا ينفعه، فسلم أمره إلى الله عز وجل وصبر على قضاء الله وقدره ورضي بما قسمه الله له. ثم ذهب في اليوم الثاني مبكرا إلى البحر بعد أن أوصى ابنته أمينة، وهي ابنته الكبرى، أوصاها على إخوانها وأخواتها الصغار. وكانت أمينة بنت مؤدبة جدا، ذكية، تهتم بإخوانها وأخواتها وتعتني بهم خير عناية. قد أصبحت لهم أم ثانية بعد أمهم التي ماتت، تقوم على خدمتهم وتقوم بكل ما يحتاجون إليه. وصل عبد الله الصياد إلى شاطئ البحر، فألقى شبكته في الماء ثم أخرجها، فلم يجد فيها شيئا من السمك. رمى الشبكة في البحر للمرة الثانية ثم أخرجها، فلم يجد فيها سوى بعض الشوائب والطين، فقال أصبر عليها قليلا. فرمى الشبكة، ولما وجدها ثقيلة جدا فرح عبد الله بذلك، وظن أنها مليئة بالأسماك، ولكن فرحه لم يدم. لقد وجدها بعد أن أخرجها من البحر مملوءة بالرمال والحشائش، نظفها وغسلها جيدا ثم رماها مرة أخرى وهو يتمنى أن تصطاد شيئا من الأسماك. صبر عليها مدة طويلة فرآها ثقيلة جدا، ففرح بذلك وقال في نفسه، لا شك أن شبكتي اصطادت سمكا كثيرا هذه المرة. وحينما جبذها بكل قوته وأخرجها بعد عناء شديد، فرأى فيها جرة مليئة بالطين والحصى، فحزن عبد الله الصياد أشد الحزن وقال في نفسه، إن الفرج يأتي بعد الشدة، ولا بد من الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتركني وأولادي بلا طعام هذا اليوم الذي لم أرى له شبيها طوال عمري. ثم نظف الشبكة وغسلها جيدا، ثم ذهب بها إلى مكان آخر ورماها، ولكنه لم يصطد شيئا أبدا. أخذ عبد الله يتنقل من مكان إلى مكان ويلقي بشبكته في أماكن متعددة، ولكن بدون فائدة. جاء وقت المساء ولم يصطد أي سمكة، فرجع أدراجه إلى البيت وهو متألم حزين مما لقيه في ذلك اليوم المنحوس. وكان عبد الله الصياد في طريقه وهو متألم على أطفاله 10 الذين تركهم في البيت من الصباح بلا طعام، حتى وصل إلى دكان خباز غني معروف اسمه عبد الله الخباز. رأى الناس مجتمعون في زحمة تقف أمام دكان الخباز الغني. كان معروف على هذا الخباز أنه سخي،
وكان عبد الله الصياد جائعا ولم يضع الطعام في فمه منذ الصباح، فلما رأى الخبز أمامه وهو خارج من الفرن اشتهته نفسه وتذكر أولاده العشر الجائعين، ولكن عجز عن شراء ما يقتاتون به، فصبر على قضاء الله وقدره، وعلم أن الرزق بيد الله ولا بد له أن يأتي عاجلا أم آجل. وكان عبد الله الخباز صاحب هذا الفرن رجل محسن يحب عمل الخير، فلما رأى عبد الله الصياد واقفا أمام دكانه محزونا متألما ينظر إلى الخبز بلهفة وحسرة، عرف أنه فقير محتاج جائع تشتهي نفسه الخبز ويمنعه خجله وحياؤه من السؤال، فناداه برفق وهو يبتسم له: مرحبا أيها الصديق الغالي، تعال أيها الرفيق العزيز. سلم على صاحبه ثم قال له: خذ ما تحتاج إليه من الخبز. نظر عبد الله الصياد وظهرت عليه أمارات الارتباك والخجل، ولم يجرؤ على طلب شيء من الخبز لأنه كان على فقره عزيز النفس ولم يتعوذ في حياته على المسألة. فهم عبد الله الخباز وقد أدرك ما في نفسه، فقال بود: لا تخجل يا صاحبي، خذ ما تريده من الخبز. وهنا قال عبد الله الصياد: الحق يا سيدي أنني خجلت منك، فليس معي نقود لأشتري بها ما أحتاج إليه من الخبز، فلم تصطد شبكتي اليوم شيء، ولكن خذ شبكتي رهنا عندك مقابل ما آخذه من الخبز لأطفال العشر الصغار الذين تركتهم من الصباح بلا طعام. هنا حزن عبد الله الخباز وزاد عطفه وتأثره، فقال له مترفقا مبتسما: من أين تحصل على المال؟ إذا أخذت منك شبكتك التي تستخدمها في الصيد. لا تقلق يا صاحبي ولا تشغل بالك بشيء من ذلك، خذ من الخبز ما تريد وأحضر لي بثمنه سمك متى اصطدت. ولما رأى الخباز تردد الصياد وارتباكه أعطاه الخباز ما يكفيه هو وأولاده العشر من الخبز، وقال له: خذ هذه النقود يا صاحبي، اشتري بها لأولادك العشر شيئا من اللحم والفاكهة والحلوى. فشكره عبد الله الصياد وأخذ منه ما أعطاه وانصرف وهو فرح مسرور، اشترى لأولاده أطيب الطعام وعاد إلى بيته فرحا مسرورا ليدخل السعادة على أولاده. في اليوم التالي ذهب عبد الله الصياد إلى البحر فألقى شبكته ثم خرج بها، فلم يجد فيها شيء من السمك، وفعل ذلك حتى الليل. بعدها رجع إلى بيته، ولما اقترب من دكان عبد الله الخباز أسرع في مشيته حتى لا يراه، ولكن الخباز رآه وهو يسرع في خطاه، ففهم كان الخجل والحياء يمنعه من طلب ما يحتاج إليه من الخبز والمال، فنادى عليه الخباز قائلا: تعال يا صاحبي يا عبد الله، لقد نسيت أخذ الخبز في هذه الليلة. ظهر على وجهه الحزن والخجل، وقال الصياد: لا لم أنس شيء يا سيدي الخباز، ولكن لم أصد شيء في ذلك اليوم، ولهذا لم أعطيك ما أخذته من المال ولا ثمن ما أخذته من الخبز. فقال له الخباز مترفقا: لا تقلق بالله عليك يا أخي، فأنا لم آخذ منك شيء من المال أو السمك إلا إذا تبدل حالك وأصبح معك المال. أقسم عليك بالله ألا تخجل من طلب كل ما تحتاج إليه مني. ثم أعطاه ما يريد مثل ما أعطاه في الليلة السابقة، فأخذ الصياد ما أعطاه شاكرا واشترى لأولاده شيء من الطعام والحلوى والفواكه. وفي كل يوم يذهب إلى البحر ويلقي فيه شبكته طوال النهار من غير أن يصطاد أي سمكة، وكان الخباز يعطيه كل ما يحتاج إليه من الخبز والمال حتى يشتري لأولاده ما يحتاجون إليه من الطعام. بقي كذلك لمدة 40 يوم وهو يأخذ المال من الخباز والخبز،
فلما جاء اليوم الحادي والأربعون أخذ الصياد يبكي بحزن وقهر من الذل والإهانة والخجل، فهو لا يعرف ماذا يحدث له ولماذا لا يصطاد الأسماك رغم أنه يقوم بالأسباب في كل يوم. أخذ الصياد يفكر في حاله وهو يبكي بشدة ومن شدة الحزن والألم، فسألته ابنته آمنة بقلق وهي حزينة على حال أبيها الصياد، فقالت أمينة: ماذا بك يا أبي؟ لماذا تبكي؟ فقص عليها الأب القصة كلها وهو حزين يبكي بقهر، فقالت له ابنته أمينة: هل أظهر لك الخباز شيئا من الغضب والحزن أو الاعتراض على حالك يا أبي؟ فرد الأب قائلا: لا يا بنيتي، لم يقل كلمة واحدة تشعرني بالخجل. ردت عليه بحيرة: ولو حتى كلمة واحدة يا أبي؟ فقال لها الصياد: لا يا بنيتي العزيزة، بل هو كريم جدا معي، يبتسم في وجهي كل يوم، ولكنني أخجل مما أنا فيه وأحزن على نفسي جدا، لأنني لم أعطيه شيئا من المال أو حتى السمك من فترة طويلة، مدة 40 يوم لم أصطد فيها ولا سمكة واحدة، على الأقل أهديها لهذا الخباز المحسن الطيب القلب الذي غمرني بعطفه وإحسانه، ولقد هممت بتقطيع شبكتي ويأست من حياتي يا بنيتي بسبب ما يحدث لي كل يوم. فقالت له ابنته أمينة: على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، ولا بد من الصبر على قضاء الله وقدره، ويجب عليك يا أبتي أن تحمد الله عز وجل على لطفه وعطفه عليك، وجعل قلب هذا الخباز المحسن في أيام الضيق، ولا بد أن يأتي اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق، وإن شاء الله عز وجل هذا اليوم خاتمة التعب وأيام اليسر والفرح قريبة إن شاء الله عز وجل. توكل على الله يا أبي واذهب. فكانت هذه الكلمات كالماء البارد على قلبه. خرج عبد الله الصياد من بيته وهو مستبشر بما قالته له ابنته آمنة، ولما وصل إلى البحر ألقى شبكته فيه وصبر عليها قليلا فوجدها ثقيلة جدا، فقال في نفسه: لا شك أن أيام التعب قد ذهبت وجاء وقت الفرج، وجذب الشبكة بقوة حتى أخرجها بعد تعب شديد، وهنا وجد حمارا ميتا في الشبكة. انقلب سروره وفرحه إلى حزن وغضب وغم، وقال في نفسه: لقد كتب علي الشقاء للأبد، فما هذا النحس، فلم أصطاد شيئا بعد اليوم، ولقد كنت أحس بأنه آخر أيام التعب والشقاء، فأنا لم أصطاد حمارا في حياتي كلها مثل هذا الحمار الميت من قبل الذي لا أستطيع تحمل رائحته الكريهة. وهم الصياد بتقطيع شبكته ورميها والرجوع إلى البيت بيأس، ولكنه تذكر نصيحة ابنته آمنة وعرف أن الشتاء لا بد أن ينتهي، وإذا اشتد برده القارس جاء بعده الصيف، وإذا اشتدت حرارة الصيف جاء بعده الربيع الجميل، فلا بد من الصبر على قضاء الله وقدره. أخرج جثة الحمار الميت ورماها، ثم نظف الشبكة وذهب بها إلى مكان آخر من البحر، ألقى شبكته وهناك شعر بشيء ثقيل، فقام بجذب الشبكة بكل قوته حتى أخرجها، فوجد رجل عجيب الخلق غريب الشكل، جسمه جسم إنسان وله ذيل طويل يشبه ذيل السمك، فخاف الصياد على نفسه وظنه عفريت من الجن، فأراد أن يهرب، ولكن ذلك الرجل قال له بكلام عربي فصيح: لا تخف على نفسك مني يا صاحبي،
أنا إنسان مثلك ولست عفريت كما تظن، فأنا أعبد الله كما تعبده أنت، إنما أنت إنسان بري تعيش في البر، وأنا إنسان بحري أعيش في البحر. فاطمأن عبد الله الصياد حين سمع كلامه وزال عنه الخوف، فسأله عبد الله الصياد عن اسمه، فقال له: أنا اسمي عبد الله البحري. فما اسمك أنت؟ فقال له: اسمي عبد الله الصياد أعيش في البر. فقال عبد الله البحري: ما رأيك أن نكون صديقين من اليوم، ونحلف على الوفاء والصداقة، ونلتقي صباح كل يوم، فتعطيني من فواكه البر، وأعطيك ما تحبه من كنوز البحر. فرح عبد الله البري بذلك، وأعاده إلى البحر، فغاب عنه مدة قليلة ولم يعد. فقال عبد الله البري في نفسه: لقد خدعني هذا الرجل، لو أخذته وعرضته في السوق لتعجب الناس من هيئته، ولجمعت منهم مالا كثيرا، ولكنني ضيعت الفرصة. وهنا عاد عبد الله البحري، وبين يديه بعض الياقوت والزمرد والمرجان. فرح عبد الله الصياد فرحا شديدا، عرف صدق المخلوق البحري. اتفقوا أن يأتي له الصياد كل يوم بسلة مليئة بالفواكه، سوف يعطيه عبد الله البحري من فواكه البحر وكنوزها. وقال له: وإن لم تجدني فنادي باسمي وسوف أخرج لك من البحر. ذهب عبد الله الصياد وهو فرح مسرور بما نال من ثروة عظيمة لم يكن يحلم بها طوال عمره. لم ينس عبد الله الصياد فضل صديقه الخباز، وقسم بينه وبين الخباز ما معه من الجواهر. فرح الخباز بهذه الهدايا، اشتد فرحه وشكره على وفائه. اشترى كل ما في دكانه من الخبز، وأعطى كل ما عنده من النقود. ثم ذهب عبد الله الصياد إلى السوق، اشترى أطيب المأكولات والفواكه والحلوى، وأدخلهم على أولاده. فرحت أمينة وأخواتها بما أحضره أبوها من خير ونعمة. ذهب عبد الله الصياد في الصباح التالي إلى صديقه عبد الله البحري، حمل على رأسه سلة فيها أطيب الفواكه. ولما وصل إلى البحر نادى عبد الله البحري، ظهر عبد الله البحري، سلم عليه، أخذ منه ما أحضره من الفواكه، وأعطاه من كنوز البحر ونفائسها. ذهب بها إلى البيت، أخذ بعضا منها إلى السوق ليبيعها، فظن الناس أنه سارق، فنادى التجار على الشرطة. حضر رجال الشرطة فقبضوا عليه وذهب به إلى الملك، فسأله الملك: من أين أحضرت هذه النفائس والكنوز؟ فقص عليه القصة كلها. غضب الملك من رجال الشرطة وعاقبهم على ما فعلوه بالرجل. فقال الملك له: إن المال يحتاج إلى من يحميه من السفهاء والأشرار. فزوجه ابنته وجعله وزيرا. أصبح عبد الله الصياد من ذلك اليوم وزير، ونقل الأولاد إلى قصر الملك. ولكنه لم ينس صديقه الخباز الذي ساعده في أيام محنته. ذهب إلى عبد الله الخباز فعرف أنه مريض، فذهب إلى بيته. ففرح الخباز لما علم بزيارته، فقص عليه ما حدث له، فناسبه وزوجه ابنته آمنة، وقدمه إلى الملك، وذكر له وفاءه وفضله عليه. أعجب الملك إعجابا شديدا، وجعل عبد الله الخباز وزيره من صهر عبد الله الصياد. وكان عبد الله الصياد يذهب كل يوم إلى صديقه عبد الله البحري، كان يحمل سلة مليئة بالفواكه ويعود بها مملوءة بالأحجار الكريمة. وفي ذات يوم من الأيام كان يتحدث مع صديقه البحري عن عجائب البحر، وعرض عليه أن يذهب معه في رحلة. وافق عبد الله البري فخلع ملابسه
ودهن جسمه بدهان عجيب أحضره له عبد الله البحري حتى لا يؤذيه الماء ويستطيع العيش فيه. ثم نزل معه إلى داخل البحر، فرأى عبد الله الصياد ما بداخل البحر من الكنوز ومن الأسماك المختلفة الأنواع والألوان وفي أشكال متنوعة، وكان يرى في كل يوم من العجائب والغرائب في وسط البحر. كان عبد الله الصياد يأكل كما يأكل صديقه عبد الله البحري السمك النيئ، فمل من ذلك وتعب من ذلك الطعام وأراد الرجوع إلى البر. وبينما هم جالسون إذ جاءهم رسول من أحد جيران عبد الله البحري يعرض على ضيفه أن يزوره في بيته، فقال عبد الله الصياد لا أريد الذهاب عنده، فقل لرسول جارك أنني قد ذهبت إلى البر في الأمس. وهنا صاح عبد الله البحري قائلا أنت تكذب، تريد مني أن أكذب؟ إن الرجل الذي يكذب لا وفاء له، فلن أصاحبك بعد اليوم. وصاح أطفال عبد الله البحري قائلين هذا عجيب يا أبي، هذا الرجل يكذب، وما سمعنا طوال عمرنا عن رجل يكذب. فشعر عبد الله البري بالخجل، فأوصله عبد الله البحري إلى البر ولم يخرج له شيء بعد ذلك اليوم. فعاد عبد الله الصياد إلى بيته، فسأله الملك عن سبب غيابه عليه، فقص عليه عبد الله كل ما حدث معه، فتعجب من قوله أشد العجب، ثم بقي في القصر وعاش مع زوجته وأولاده بسعادة في القصر، ولكنه لم ينسى فعلته وكذبه، وكان يشعر بالخجل كلما تذكر ذلك، وندم أشد الندم كلما تذكر فعلته. وهنا انتهت القصة، أتمنى أن تنال إعجابكم ونأخذ منها العبرة.